بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على خير من اصطفيت من عبادك المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين من المؤمنين إلى يوم الدين. معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر، مندوب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله، أيها العلماء الأجلاء، أصحاب السماحة والمعالي والعطوفة والسعادة، أيها السيدات والسادة الحاضرون والمشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مفتتح هذا الملتقى المكلل بالخيرات والبركات. تجتمعون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في يوم الجمعة الذي اختاره عز وجل للقاء أحبته المؤمنين، في أكناف بيت المقدس، في مسجد الشهيد عبد الله الأول بن الحسين طيب الله ثراه، الذي لقي وجه ربه على عتبات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وفي رحاب الدروس العلمية الهاشمية التي يمتد نورها من القناديل الأولى التي أضاءها محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، إلى أن حملها آل بيته الأطهار جيلا فجيلا لتنير من جديد دروب المسلمين، وتحمل رسالتهم رسالة عمان إلى الأمة، تصارحها بما قامت عليه وما آلت إليه، وإلى العالمين تكشف لهم حقيقة الإسلام بما يشتمله من خير وسماحة ورحمة واعتدال. فأي دلالات بالله أعمق وأطيب من هذه التي تنبعث من قداسة الزمان والمكان والحدث والشهادة والشهود؟ وأي عبارات تفي بوصف هذا المشهد غير أن نقول الحمد لله رب العالمين. ويشاء الله تعالى أن يكون موضوع هذا الدرس الرابع من الدروس الهاشمية التربية الإسلامية، ميادينها وسماتها، بما تطرحه علينا من أسئلة، وما تتضمنه من خصائص وقيم وإنجازات، وما تفرضه على أمتنا من مراجعة، وأن يكون المشاركون في هذا الحديث نخبة من علمائنا الأجلاء الذين يتبوؤون اليوم أعلى المراتب في قلوب المحبين والمريدين، وينهضون بأشرف المهام والواجبات الدعوة إلى الله وتمكين دينه في الأرض. فاسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بهم وأبتهل إلى الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، ويجعل هذا اللقاء المبارك لوجهه تعالى وفي ميزان أعمالنا جميعا، إنه مجيب الدعاء. الأخوات والإخوة، أيها الحضور الكريم، تشكل رسالة الإسلام بكل عناصرها وحدة فكرية وتشريعية وتوجيهية متماسكة، إذ لا يمكن فصل المفهوم العقائدي عن الحكم الشرعي أو القيمة الأخلاقية، والتربية الإسلامية لا يمكن أن تفصل عن نظرة الإسلام للإنسان روحا وجسدا وعقلا، ولا عن فهمه للكون والحياة وتفسيره للسلوك والمواقف والأهداف الإنسانية. ومن هذا المنطلق جاء اختيار موضوع هذا الدرس من الدروس العلمية الهاشمية التي تتشرف اليوم باستضافة هؤلاء النخبة من العلماء الأجلاء. ويسعدنا في المحور الأول أن نتوقف أمام التربية الروحية والعقلية في الإسلام، وهذا المحور يتناوله مشكورا فضيلة العلامة الشيخ والأستاذ الدكتور أيضا محمد سعيد رمضان البوطي، وهو غني عن التعريف، مفكر وداعية إسلامية من الشقيقة الجمهورية العربية السورية. فاسمحوا لي باسمكم أن أرحب به وأن أدعوه ليفتتح هذا الملتقى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا على البحث عن المنهج الأمثل للتربية التي تحقق فينا معاني العبودية لله عز وجل،
وأصلي وأسلم على حبيبه المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها السادة، لعل من الخير أن أبدأ فأعرف التربية، ما هي التربية التي هي محور حديثنا اليوم، ولعل أجمع تعريف فيما أحسب للتربية أن نقول هي اتخاذ الوسائل التي تخضع العاطفة الإنسانية للعقل الإنساني. فكل الوسائل التي تجند من أجل إخضاع العواطف الدافعة والرادعة والممجدة لقرارات العقل هي التي تسمى تربية. وعلى الرغم من أن التربية منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا قد تطورت تطورات كثيرة، إلا أن محورها بقي يهدف إلى هذا المعنى فيما أحسب. وهذا يعني أن التربية تتحرك في نطاق العاطفة والوجدان، وأنها شيء مستقل عن العمل العقلي. ومن ثم عندما نريد أن نجمع بين التربية والتثقيف نقول التربية والتعليم. أما التربية منفردة مستقلة عن العلم فهي كما قلت لكم الوسائل المتنوعة التي تتخذ من أجل إخضاع العواطف الإنسانية لقرارات العقل. بعد هذا التعريف أنا أستأذن أخي الأستاذ مدير هذه الندوة أن أستبدل بالحديث عن الأثر الروحي، أن أستبدل بهذه الكلمة كلمة أخرى، السكينة النفسية التي تحققها التربية. ذلك لأننا نعلم أن كثيرين هم إلى يومنا هذا يحاولون أن يتجاهلوا معنى الروح أو الأمور الروحانية أو الأثر الروحي للأمر الفلاني، بل كثيرا ما نجد من يستخف بهذه الكلمة نظرا منهم إلى أنها شاردة عن سور العلم، تند عن ضوابط العلم، والواقع أن الأمر ليس كذلك. ولكن مع هذا فأنا أرى أن نستبدل بكلمة الناحية الروحانية الأثر الذي تحدثه التربية من حيث السكينة التي تنتشر في النفس، والواقع أن هذا هو الأثر الروحي. كيف تحقق التربية هذا المعنى أيها السادة والسيدات؟ أنا وأنتم جميعا نعلم أن الشاب عندما تتفتح بين جوانحه براعم الأهواء والشهوات والرعونات المختلفة تتكون في نفسه عوامل متصارعة. هذه المشاعر التي تتفتح براعمها بين كيانه تتلاقى مع النشاط المتوهج أيضا في هذه المرحلة من حياته، تتلاقى مع الأحلام التي تستيقظ بين جوانحه. هذا الواقع يزج الشاب، أو من شأنه أن يزج الشاب في صراع بين هذه العوامل المختلفة، والوقت يضيق عن التفصيل في هذا الصدد. ترى
ما هو الشيء الذي يزيل هذا الصراع ويخمد هذا الأوار؟ ما هو الشيء الذي يبعث في طوايا هذا الشاب السكينة والهدوء والثقة بالمستقبل؟ أعتقد أنه لا الثقافة المتنوعة تملك تحقيق هذا الهدف، ولا الفلسفات المتنوعة القديمة والحديثة تملك تحقيق هذا الهدف. ليس هنالك ما يبعث السكينة في نفس هذا الشاب ويحرره من هذا الصراع بين أهوائه ونشاطاته وأحلامه المختلفة إلا التربية الإسلامية. هذه التربية الإسلامية طبعا قلت لكم إنها منفصلة عن الناحية العقلية، ولكنها لا يمكن أن تتأسس إلا على أساس من البصيرة العقلية. فإذا تلقى هذا الشاب البصيرة العلمية التي تتمثل في الإيمان بالله، والتي تتمثل في معرفة صفات الله عز وجل، والتي تتمثل في توابع هذا الإيمان مما يضيق الوقت عن ذكره، إذا تأسس في عقل هذا الشاب تأسست هذه الحقائق العلمية، يأتي بعد ذلك دور التربية أن يحبب إلى هذا الشاب الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، أن تزرع محبة الخالق سبحانه وتعالى في قلب هذا الشاب عن طريق ربط نعمه بهذا الإله المنعم، أن تغرس بين جوانحه المخافة من سطوة هذا الإله، أن تزرع بين جوانع هذا الشاب المهابة من سطوة هذا الإله، حب ومهابة وخوف كل ذلك يتمازج بعضه مع بعض وينسكب في قلب هذا الشاب. في هذه الحالة يتحرر هذا الشاب من صراعه، من صراعات، لا صراعه، صراعات التي تهيمن عليه. ذلك لأنه في هذه الحالة يعلم أن الله عز وجل قد تكفل له بتحقيق أهدافه. كل ما في الأمر أن المطلوب منه أن يسير على نهج معين، ولسوف يجد في نهاية هذا النهج ما يحلم به. عليه وهو يتلقى معاني التربية التي حدثتكم عنها، عليه أن لا يقفز، بل ينبغي أن يسير خطوة إسر خطوة، متمثلا النهج الذي درسه كتأسيس علمي لحقائق هذا الدين. هذه التربية بهذا الشكل تحقق هذه السكينة بين طوايا هذا الشاب وتحرره من صراعاته. فإن قلنا ما هي الآثار الروحية لهذه التربية، فترجمة الجواب عن هذا السؤال هو هذا الذي أقوله لكم. نعم، هي تربية نفسية، بمعنى أن المربي يحاول أن يوجد من العواطف الدافعة والرادعة والممجدة، يعني الحب والخوف والتعظيم، ما يجعله يخضع للقرار العقلي الذي تبصر به من قبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالمناهج التربوية السديدة التي ننجي بها جيلنا الصاعد مما يراد له من مكائد، والحمد لله رب العالمين. شكرا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. فضيلة الشيخ عمر محمد بن حفيظ، يعني أضاف الدكتور البوطي الكثير من المعاني اللي فصل موضوع التعليم والثقافة عن موضوع التربية، لازم بين التربية
والسكينة، يعني اسمح لي أن أضيف معنى التزكية أيضا إلى موضوع التربية، وأيضا الوسائل التي يمكن أن تتحقق عن طريق التربية الروحية من ذكر ودور العبادات في ذلك لو سمحت. الحمد لله الذي هيأنا لاجتماع هذا الكلام في دوائر هذا الشهر الكريم والمجالس العلمية الهاشمية المباركة، وهي من جملة زادنا لتوجيع هذا الشهر الكريم. والخلاصة لما أشرتم إليه، ما تحدث عنه فضيلة الشيخ العلامة داعي الله محمد سعيد رمضان البوطي، ويهدف إلى سر التزكية التي بعث بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فجاء سيد الأنبياء والقرآن ينص على مهمته في التزكية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكما أنه يمكن أن ينفصل العلم كما أشار الدكتور، وبعض المدارك لعقل الإنسان عن سر التزكية وعن حقيقة التزكية، فإنه لا يتوصل إلى الغاية القصوى من العلم ومن مدارك العقل إلا بهذه التزكية. ولذا نجد الآيات رتبتها أنها بعد الإدراك الأول لحقية منهج الهدى يأتي دور التزكية، ورتب العلم بعد ذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولأجل هذا كان انتشار معاني الذكر للرحمن جل جلاله والتلاوة لآياته والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في أوساط المسلمين، سواء في شهر الصوم والبركة والقربة إلى الله والرحمة وفي غيرها من المناسبات، بل تأسيس ذلك ليكون من جملة مجرى الحياة في الأسر والمنازل ومجامع المؤمنين، قوي الأثر في ربط شؤون العقل وشؤون العلم بأسرار هذه التزكية التي تؤدي إلى تحقيق تلك العبودية والرابطة الخاصة بين الإنسان وربه. هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه اللحظات في ما يتعلق بكلام الدكتور. شكرا لفضيلتك فضيلة الشيخ علي الحبيب علي. فيما يتعلق أيضا بالوسائل، كيف يمكن يعني هذه التربية الروحية أو النفسية التي تسمى بالعبادة بالذكر بالدعاء أن تتحقق؟ الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشعر في البداية بشيء من التحرج أن يتكلم صغير مثلي بجانبي طودين من أطواد الإسلام، أستاذي الأجيال ومعلمها الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وأستاذ التزكية والتربية الحبيب عمر بن حفيظ، وأمام شيخ الأردن سماحة المفتي الشيخ نوح القباط حفظه الله. ولكن درج المتقدمون على أن يقدموا الصغار ليتكلموا في حضرات الكبار لتعويدهم وتصويبهم. الذي سمعناه في الجمع بين التعليم وبين التربية، وأستأذن من يدير هذا المجلس المبارك في أن الخاطرة التي خطرت في القلب وأن أستمع إلى الكلام وهو مرتبط بشأن الوسائل، هو تنزيل الذي سمعناه على الواقع الذي نعيشه في العالم اليوم، إذ أن الحصاد المر الذي يجنيه المجتمع البشري الإنساني الذي تحول إلى قرية واحدة كما نسمع ونرى، الحصاد المر الذي جناه من تضييع قتران التربية بالتعليم نراه اليوم عند المجتمعات المتقدمة كما تسمى وعند المجتمعات المتخلفة أيضا كما تسمى. فعند المجتمعات المتقدمة عندما انفصل مفهوم التربية عن عمق الصلة بالله ومراقبته جل جلاله، صارت الأطماع وحب السيطرة هي التي تقود مسيرة
من يتمكن بعد أن يتعلم. وما نرى اليوم من تخريب للبيئة وعبث بها وتدمير فيها أعظم شاهد على ذلك من تضييع للتربية. وفي مجتمعاتنا التي غدت تعد وللأسف في المجتمعات المتخلفة في زماننا، نرى المعاناة الكبيرة التي يعانيها العالم الإسلامي اليوم من ثمار فصل التربية عن التعليم. عندما نشتكي من الفساد الإداري، عندما نشتكي من تضييع الأموال، عندما نشتكي من بطش القوي بالضعيف، عندما نشتكي من استغلال الدين للمصالح السياسية أو الأعمال الإجرامية التفجيرية، عندما نقرأ في إحصاءات العالم بأن المهدر سنويا بسبب الفساد الإداري يصل إلى $1 تريليون، نصيب الدول العربية منها بين 30 إلى 40%، أي بين 300 إلى 400 مليار دولار، وهي تكفي في سنة واحدة لو حوفظ عليها لتوفير 20 مليون فرصة عمل، أي للقضاء على معدل البطالة في منطقتنا كلها. ندرك في عالم المحسوس المادي أول مظاهر إشكالات تضييع التربية وفصلها عن التعليم في مجتمعنا. وأما إذا غصنا على عمق الإنسان والمقصود من خلقه، وهو الخلافة عن الله في الأرض، أن يكون مستأمنا على هذه الأرض بالمعنى العميق لكل ما يحيط به في تعاملاته، فإن الآثار التي نعانيها اليوم من ترك التربية أو فصلها عن التعليم، إلا من حيث الأسماء للوزارات، وزارة التربية والتعليم، لا شك أنه حصاد مر. ولهذا إذا عدنا لا لاشترار الماضي ولكن للانتفاع من الماضي إلى المدرسة المحمدية النبوية، ورأينا كيف خرج صلى الله عليه وسلم بتربيته وتعليمه أصحاب القلوب وأصحاب العقول التي غيرت مجرى العالم إلى الأفضل، فانتفع من ذلك المسلم وغير المسلم الذي عرف كيف يعيش في كنف الإسلام عزيزا مكرما. هذا ما حضرني والله أعلم. اسمحوا لي أن أنتقل إلى المحور الثاني، وهو أثر التربية في العلاقات الإنسانية. ويعني مهما تحدثنا نظريا سماحة وفضيلة الشيخ عمر بن محمد بن حفيظ عن نظريات التربية الإسلامية وعن السبق الإسلامي في مجال التربية، سواء فيما يتعلق بالتربية الروحية والتربية العقلية وغيرها، لا يمكن أن يعني تفحص هذه النظريات إلا على أرض الواقع في التفاعل مع الإنسان، في التفاعل مع الكون، في أثر هذه التربية على العلاقات الإنسانية، سواء داخل الأسرة، داخل المجتمع، داخل العالم أيضا. نظرة المسلم لأخيه المسلم، نظرة المسلم للكون، نظرة المسلم الآخر، هذه التفاعلات التي تتركها التربية والآثار على صعيد العلاقات الإنسانية. أترك لفضيلتكم الحديث. الحمد لله على هذه النعمة، ونسأله أن يتمها علينا وعليكم وعلى المسلمين. ونقول إن واقع تربية الحق تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه لنفوس البشر تقوم على أساس إيماني، فيما سمعنا الحديث عنه من فضيلة الشيخ محمد سعيد البوطي، أنه يقوم على المحبة، محبة الإله الذي خلق وصنع وكون جل جلاله، وهي التي إذا تمكنت من القلب صارت النظرة إلى الكائنات أنها مصنوع محبوبك. وصنعة المحبوب تأخذ نصيبها من قلبك مهما صدقت في محبة الصانع جل جلاله. ومن هنا يأتي دخول المؤمنين على العالم والكائنات من أوسع الأبواب، بما لا يمكن لعقل البشر مهما تطور أن يتوصل إلى غاياته، بل أقول إلى حقائق بداياته. حقائق بداياته من غير مفتاح لا إله إلا الله ما تفتح أبوابها بغير مفتاح لا إله إلا الله. لكن مع إفراد الحق تبارك وتعالى بالألوهية ومعرفة العبودية له، تتفتح أبواب للتعامل والتعاطف مع الكائنات، إلى حد نجد أنه يصف عباد الرحمن
يقول تعالى في آياته: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فما العلاقة بينهم وبين الأرض؟ لتجد الأرض مجالا لأن تشكوهم، هم إذا مشوا عليها مشوا بالهون من هيبة الذي كونها وكون الكون جل جلاله. فما صارت الأرض تشكو منهم أن أحدهم يعبث برجله وأن أحدهم يمشي في بطبيعته وفطرته على ظهر الأرض متغطرسا ولا متكبرا ولا من غير حاجة يهز الأرض أو يدقها، حتى تأتي وقت وسط شرعي رب الكون يقوي فيه الجسد أو يساعد فيه الغير أو يحمل فيه الحمولة فيشتد على الأرض أو يسجد فيه، فيشترط عند الفقهاء أن يتحمل برأسه على الأرض تحديدا لمعنى الخضوع لرب الأرض والسماء جل جلاله وتعالى في علا. إذا دخلنا على الكون من هذا الباب الوسيع الفسيح، فلابد أن العلايق بواسطة تربية الإسلام ستتأثر مع العالم الإنساني قبل غير من الكائنات وقبل غير من هذه الوجودات التي علمنا كيف نتنزه حتى عن سب الأرض أو لعنها، وفي الخبر أو في الأثر أنه إذا لعن الإنسان الأرض قالت: اللعنة على عصانا لله، لعن الله عصانا له. العاصي للمكون اللي خلقه هو اللي يستحق اللعنة، أنا أو أنت، تقول الأرض، وما عصت الأرض ربها جل جلاله وتعالى في علاه. إذن فهي تقيمنا على معنى من المراقبة متعلقة بصلب العقيدة حتى في إخراج الألفاظ نحو الجمادات. ولما لعن بعض الناس ناقة كان يمشي عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها لم تطاوعه فصدرت منه اللعنة عليها، وقف النبي ووقفت مساره وقال: لا تصاحبنا ناقة ملعونة. ما يمكن، أي أن خرجت عن حدود أدبك، خرجت عن دائرة تربيتك التي علمتك إياه، فعاقبه بأن تترك الناقة نهائيا. قال: خلاص ما تصحبنا ناقة ملعونة. فتركت وصارت تمشي وحدها لا يتعرض لها حد، المجتمع كله أخذ من سر هذه التربية ما صان المجتمع أن يسيء التعامل مع الحيوانات. فماذا ترى يكون من هذا المجتمع مع الإنسان نفسه؟ والله لا ترى منه إلا ما حصل في واقع الأمة في رعيلها الأول ثم في الذين حفظت فيهم التربية إلى زماننا، ولا يزال إلى زماننا. من إذا جالس من جالس من غير أهل الدين فضلا عن أهل الدين قال إن الإسلام دين خير وبركة، يقول بعض الإخوان الذي لقيتهم هذه الأيام جاء من أستراليا، إن بعض الأستراليين من الكفار يمشي مع بعض المسلمين من عندهم من أستراليا من أصل إنجليزي وهو عايش في أستراليا، فأخذ يتكلم معه بعد يقول له: لا تصدق الدعايات والإعلام ولا تصدق هذه الأجهزة عن الإسلام، كن مع إسلامك سلام صحيح. أنا عندي جيران مسلمين ما رأيت مثلهم، أحسن جيران لي جاوروني في الحياة. لا تزال هذه التربية تحفظ سر العلاقة الإنسانية على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الدول، إذا عرفنا أسرار تربية هذا الدين العظيم الذي قام قوامه في القدوة العظمى والمثلى. فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول أسرار رحمتنا التي بعثناك بها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بها كان مظهر اللين منك، فكانت تحقيق معاني رحمتنا بك وبالعالم أن جعلنا فيك هذا اللين. فبما رحمة من الله، فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، يعني غليظا في ماذا؟ غليظا في القول، غليظ القلب، ولو كنت فظا أي غير منضبط الأقوال، لسانك فظ غليظ القلب لم فضوا من حولك. يقول الله لعبده المصطفى محمد: دم على هذه الخطة فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مع ذلك كله أنت محتفظ بأسرار عبوديتك لنا وشهودك لربوبيتنا، إذا تبين لك الأمر أو جاءك الأمر منا، فإذا عزمت فتوكل
على الله إن الله يحب المتوكلين. يقول له فاعف عنهم، وهل يكون العفو عنهم من دون إساءة؟ لابد أنهم يسيئون فاعف عنهم. واستغفرهم، وهل يكون الاستغفار من دون ذنب؟ لابد أنهم يذنبون. يعني هؤلاء القوم اللي حواليك يكون منهم الإساءة ويكون منهم الذنب، ولا تقطعك إساءتهم وذنوبهم عن أن تستشيرهم وتشركهم في الشورى. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذا لا يمكن واحد يأتي من بعد يقول يتطلب الكمال الذي هو نادر في الإنسان أو يحصل في أحوال وأفراد مخصوصين. وإذا رأى نقصا في كمال رسمه في ذهن عند أحد، أراد فصله عن الشورى، أراد فصله عن لينه وطيب خلقه أو تعامله معه. إذا كان الأمر كذلك، فالدخول من هذه الأبواب إلى الميدان الفسيح في العلايق الإنسانية هو الذي جعل الكافر بمجرد أن يسلم بواسطة الخلق الكريم يقول: والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ما كان بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. انتقل بسرعة من بعد كفر إلى محبة تملكت عليه. ما هذه العلاقة التي نشأت بين رسول الله وثمامة بن أثال؟ هو قبل ساعات مشرك، هو قبل ساعات غير مؤمن بمحمد، بل كان قبلها كما أخبر بنفسه أبغض الوجوه إليه وجه النبي محمد، وأبغض البلاد إليه بلد النبي محمد. فتحولت العلاقة إلى تعشق الأرض التي يسكن فيها النبي، فصارت أعز البقاع عليه، أرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. بعد 3 أيام شاهدت عيناه فيها حقيقة الإسلام في رسول الله وصحابته. التربية شاهدها أمامه معاينة، تحولت فكرته عن الإسلام كلها. والله ليس ثمامة هو المحتاج إلى معاينة هذا وحده، كم من ثمامة في وقتنا، كم من ثمامة بن أثال في زمننا يحتاج إلى أن يرى ويشاهد ما حقيقة هذا الإسلام، ما حقيقة هذه التربية، ليتحول من مبغض للأرض، مبغض لها الأرض، مبغض للوطن، إلى حاب لتلك الوجوه المسلمة ولبلاد الوجوه المسلمة، كما حصل تلك العاطفة الجياشة. حتى بسرعة بعد أن أقام أياما تركه النبي في المسجد 3 أيام، يرى الأخلاق كيف يتعامل معه، كيف يقدم له الطعام، كيف ترعى مصالح وهو كافر مأسور وقع في الأسر، وأعظم من ذلك يرى كيف يبكي الصحابة في المسجد، كيف يتعاملون مع بعضهم، وأعظم من ذلك كان يرى رسول الله كيف يقبل فيؤم الصحابة، كيف يكبر، كيف تكبر الصفوف من خلفه، كيف يخضعون، والخشوع باد على وجوههم ورؤوسهم، يملكك ويملأك قبل أن يكلموك، ويسمع المصطفى يقرأ الفاتحة والصحابة من خلفه ويركعون وراءه وهو يتلو عليهم السورة. ما كملت 3 أيام إلا والرجل ممتلي بالإيمان، حتى كان يقول لهم: قد كنت أحدث نفسي بالإسلام وأنا في الأسر، لكن خشيت أن يقال إني ما أسلمت تحت القهر وتحت الأسر وتحت الضغط أو خوفا من الحبس، أما وقد أطلقني رسول الله أمدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مثل من الأمثلة. وإذا نأتي ونجد الشريعة قامت: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق على أمتي فاشقق عليه. علاقة الأسرة، علاقة السياسة، علاقة القادة بمختلف أصنافهم يبنيها النبي على ما يوجب حسن العلاقة، على ما يوجب حسن الترابط بين هذا بين بني الإنسان على وجهه. وعندما نتحدث عن هذا، لا يحسب من يحسب أننا نلغي معاني آيات وليجدوا فيكم غلظة مثلا، أو آيات يقول الحق تبارك وتعالى فيها أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. لا والله، هي كما هي متناسبة مع الآيات الأخرى، لكن لا يمكن أن تترجم إلا بقدوة محمد. كيف ترجم هذه الغلظة؟ كيف ترجم هذه الشدة؟ كيف ترجم أشداء على الكفار الرحماء؟
بينهم صلى الله عليه وسلم، ترجم أشداء على الكفار بشراسة مكسب الإيمان والقيم لا يمكن أحد من مسها قط كائنا من كان، بشراسة واقع البشر من الاعتداء، من الظلم، من التطاول، من الغلو، من التعدي وتجاوز الحد، حرسه صلى الله عليه وسلم حراسة ولم يمكن لأحد أن يعتدي على أحد أو أن يتطاول على أحد، وهو قادر على منع ذلك. ترجم ذلك تماما في أن يبعد من طريق الناس تحيل المحتالين وكذب الكاذبين، ترجم أشد على الكفار في أنه يعفو على الكافر أول مرة فيذهب ويقول سحرت محمد ويكذب ويضحك عليه ويأتي بكلام ومزايدات وكذب حتى يضر فيرجع مرة أخرى يقول عفو عني يا محمد أنا ولد، قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ترجع صاحب الرسالة مهزلة في العالم، مضحكة في الوجود، ما عنده ضوابط للبلاغ ولا للأداء، أقامها صلى الله عليه وسلم هذا المقام. أخيرا من المهم أن نشير إلى أن حسن التربية في الإسلام وإقامة العلايق تمنع الإنسان من أن يتجول ما ليس له، وأن يفتح باب الدجل والشعوذة والخرافات، وذلك من الأسس التي يقوم عليها صلاح العلائق بين الناس، وذلك في ضمن التربية. والوقت أدركنا، بالله التوفيق. شكرا فضيلة الشيخ عمر بن محمد عبد الحفيظ. طبعا أترك التعليق لفضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ويعني أريد يعني بس يعني أضيف أنه من هدف التربية الإسلامية صناعة أو إنتاج الإنسان الصالح لا مجرد الإنسان المتدين، وأشار في نهاية حديثه فضيلة الشيخ إلى موضوع الغيبيات، موضوع التدين اليوم، يعني كيف يمكن للتربية الإسلامية اليوم أن ترشد هذا التدين، ويعني أن تعيد الدين الصحيح أو صورة أو حقيقة الإسلام إلى يعني ما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني باختصار نستطيع أن نقول إن الدين متمثلا في عقائده وتشريعاته وأخلاقياته حصن يقي الفطرة الإنسانية عن أن تمسخ أو عن الشرود عن النهج الذي أحبه الله عز وجل لها. ففي الواقع الدين هو المصدر الأوحد لصناعة الإنسان صناعة سليمة تبقيه على فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. طبعا الحديث عن أثر التربية الدينية في العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية كما نعلم تنهض على التعاون، ورأس مال التعاون الثقة. التعاون بدون ثقة لا يتحقق، يتحول إلى أنكاس. من أين تنبع الثقة أيها الإخوة والأخوات في علاقة الإنسان بالإنسان؟ لا يمكن أن تنبع إلا من الأخلاق الرضية، والأخلاق الرضية هي ثمرة التربية الإسلامية، هي ثمرة التربية التي تتمثل في زرع المحبة لله عز وجل بين الجوانح، زرع المهابة من الله عز وجل في القلب، زرع التعظيم لله سبحانه وتعالى. عندئذ أثق بهذا الإنسان الذي أراه على هذه الشاكلة فأمد يد العون له. وأنا ألاحظ وأنتم تلاحظون ظاهرة لا يستطيع أحد أن يناقش فيها، قد أجد إنسانا لا يقيم للدين وزدا، ولربما لا يؤمن بحقائق الإسلام، لكنه صاحب مدير شركة لا يبحث أمينا لصندوقه إلا إنسانا متدينا، إلا إنسانا نسجت التربية الدينية شخصه، يأتي بهذا الإنسان ليملأ فراغ هذا العمل الذي يبحث عمن يملأه له. إنسان يتحمل مسؤولية كبيرة في دولة ما، يبحث عمن ينهض بواجبات تتعلق بزاوية من زوايا هذه المسؤولية، لا يطمئن إلا لمن
نسجت التربية إنسانيته، وأثمرت هذه التربية الإنسانية الإسلامية الأخلاق الرضية التي يستطيع بها أن يثق بهذا الإنسان. رأيت من ربما لا يطبق الإسلام ولكنه يعلم يقينا أنه لا يستطيع أن يطمئن إلا إلى من ربي في ظلال الإسلام. هذه حقيقة نعرفها جميعا. الحقائق العلمية ما هو حصنها؟ حصنها التربية الإسلامية. إذا لم توجد التربية الإسلامية تسربت الخرافات إلى ساحة العلوم، تسربت الأساطير إلى ساحة ما يسمى بالحقائق العلمية. وما أكثر ما نرى العلم وقد امتزج بالأسطورة وقد امتزج بالخرافة. لماذا؟ لأن التربية الإسلامية لم تكن الفيصل بين هذا وذاك. نعم. وأنا بالمناسبة أقول في عصرنا اليوم هنالك خطة لبعث كثير من الخرافات والأساطير بين أفرادنا وفي مجتمعاتنا الإسلامية، ومن المؤسف أن كثيرا منها ينبعث مصبوغا بصبغة الدين، مصبوغا بصبغة الدين. ولعلكم تلاحظون هذه الظاهرة التي تكاثرت حتى أقني، نعم، تسير على هذا المنهاج. ترى ما العاصم للمجتمع عن هذا؟ هل يمكن لسلة من المثقفين ممن يرفعون لواء العلم أن يحاربوا هذه الخرافة؟ لن ينجح عملهم في هذا، لأن كثيرين سيظنون أن هؤلاء قاموا ضد الدين، يحاربون الدين ومن ثم يتظاهرون بمحاربة الخرافة، ولذلك عملهم لن ينجح. المسؤولون هل يستطيعون أن يخنقوا أنشطة الخرافة والأساطير في المجتمع التي تنتشر باسم الدين؟ لو فعلوا ذلك لاتهموا بأنهم يحاربون الإسلام. إذن كيف السبيل إلى، نعم، تنظيف المجتمع بل العقول من الخرافة والأساطير؟ التربية الإسلامية. عندما ننشئ جيلا وعى إسلامه وأيقن حقيقة هذا الإسلام وبنى مبادئ الإسلام على الحقائق العلمية التي تلقاها تأسيسا للتربية، نعم، ثم تلقى هذه التربية من مصادرها التي سأتحدث عنها الآن، في هذه الحالة هذا المجتمع سيلفظ الأسطورة والخرافة عن طريق هذه التربية. أثر التربية فيما يتعلق ببناء المجتمع أثر خطير جدا جدا، وهذا يدعوني إلى أن أوجه كلمة إلى قادة مجتمعاتنا العربية والإسلامية، أناشدهم القربة وأناشدهم الله أن يقيموا التربية الإسلامية في مركزها اللائق بها، في المدرسة أولا، في الجامعة ثانيا، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ثالثا. ما ينبغي بعدما عرفنا أهمية هذه التربية فيما يتعلق ببعث الثقة بين الناس، فيما يتعلق بإيجاد حقيقة التعاون الإيجابي في المجتمع، بعدما عرفنا أن التربية الإسلامية هي التي تطهر المجتمع من الخرافة والأساطير التي تنتشر فيها باسم الدين في كثير من الأحيان، ينبغي أن لا تكون هذه التربية في مدارسنا يعني ثانوية. ما ينبغي أن ننظر إليها نظرة فضلة. ينبغي أن نعيد النظر إلى هذه التربية وأن نعتبر أنها صمام الأمان في رحلتنا العلمية على اختلافها. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. شكرا فضيلة الشيخ. فضيلة الحبيب علي، فيما يتعلق يعني بتلخيص لكلام فضيلة أستاذنا البوطي، التربية هداية ووقاية، هداية إلى الإيمان واستعمال العقل، البحث عن الحقيقة والعمل الصالح، أيضا وقاية من الشرك والانحلال والضياع وكذا، وهذه تترك آثارا
داخل الأسرة، داخل المجتمع، داخل العالم أيضا. وعالمنا اليوم كما يعني تفضلت يعني عالم يشكو من غياب هذه الوقاية والهداية، وكأن التربية يعني لم تأخذ دورها الصحيح في هدايته ولا وقايته. الحمد لله، في البداية قبل الولوج إلى الموضوع الذي طلب طرحه من الفقير، ذكرني الكلام العميق الذي سمعته الآن من الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى عن أن الأصل في نظرة المسلم إذا ربي تربية صحيحة إلى علاقته بالعالم الذي يحيط به ولا سيما إلى الإنسان، هو أنه ينظر إلى هذا الوجود على أنه صنعة خالقه الذي هو يحبه سبحانه وتعالى. هذا الأساس في النظرة من الممكن أن يصبح وأن تصبح ثماره إذا عشناها كأمة، وما يمكن أن يقدمه المسلمون اليوم إلى العالم في ظل شكوى العالم من اضطراب العلاقات الإنسانية في المجتمع الحديث. عندما ننظر إلى المجتمع الواحد وإشكالية الرئيس والمرؤوس والمسؤول ومن هو مسؤول عنه، والتاجر والمستهلك والموظف ومن يديره، وتحكم المصالح الضيقة في علاقات الناس مع بعضهم البعض، نشعر بشدة أن هذا العالم بحاجة إلى أن يرى قبل أن يسمع كلاما منا في محاضرات أو في كتب نكتبها أو في مجالات نسطرها أو أبحاث نقدمها، أن يرى في سلوكياتنا اليومية ما يترجم هذا المعنى العميق الكبير الذي تحدث عنه في أصل نظرة المسلم إلى صلته بالإنسان الذي يحيط به في هذا الوجود. كانوا يذكرون عن الشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه أنه كان في شيء من الدول في الخارج في أوروبا، وكان في الفندق، وجاء وقت الطعام، فقال مروا صاحب الفندق أن يطعم كل من يدخل في الفندق ضيافة. فقالوا يا شيخ فيهم ناس كفار ما هم مسلمين، جاءوا يأكلون من المسيحيين واليهود والملحدين. قال هؤلاء كلهم بشر الله خالقهم، جاء بها بالفطرة البسيطة الإنسانية. هذا المعنى الذي كان الناس يربون عليه عندنا في العالم الإسلامي في المسجد، كما يربون عليه في المدرسة، كما يربون عليه في الصحراء التي يعيشون فيها. الأصل في هذه النظرة إلى علاقة الإنسان بالإنسان هو الذي يفتقده العالم اليوم في صلته ببعضه البعض. أما الموضوع المهم الذي طلب الحديث عنه، وهو أثر التربية في اتزان حال الإنسان وشمولية هذا الأمر هداية ووقاية، فبدايته تنبع من استشعار المؤمن في تربيته التي يربي عليها أبناءه ومن يليه في مجتمعه بأن هذه الحياة هي وسيلة وليست غاية، هي فترة مؤقتة يمر عليها المسلم ليؤدي مهمة خلق من أجلها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى حياة أخرى لها ارتباط بهذه الحياة. يقوم هذا الأمر على أساسين. الأساس الأول أن الحياة الكبيرة التي تأتي تنبني على هذه الحياة القصيرة التي نعيشها، فلهذا هي مهمة. لا يتأتى أن يرضى الإنسان أن تكون معاملاته وتصرفاته في هذه الحياة هكذا بغير نظر إلى عاقبتها التي ستكون في الآخرة. والذي يحسن في المعاملة مع من يحيط به على أساس تربية عمقها أنها استعداد للوقوف بين يدي الله في الحياة الأخرى، لا يوجد في الأرض ما يمكن أن يرتقي في مستوى إحداث الرقابة الذاتية في نفس الإنسان إلى أعلى من هذا المستوى. الذي يحسن عمله في المؤسسة أو في الشركة خوفا من قوانين حوكمة الشركات أو ما يسمى بأخلاقيات العمل اليوم، سيبحث عما يمكن أن يتجاوز به هذه القوانين أو يتلاعب عليها، فلا يمسك عليه ممسك، ويستطيع أن يفعل ما يخالف الأخلاق. لكن الذي يتعامل من منطلق أن ما يفعله اليوم سيراه غدا، من منطلق أن حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق الخلق حقوق الناس مبنية على المشاحة، أن الإنسان إذا أساء إلى غيره فلا يغفر له ولا يسامح حتى يسامحه هذا الغير، أو يرى الله عز وجل منه صدقا في إرادة إعادة الحقوق إلى أهلها. هذا المستوى الراقي من الرقابة على الذات كم سيكون أثره في استقامة العالم اليوم إذا أقيم. الأمر الثاني هو أن
معنى ارتباط الإنسان في حياته القصيرة بالآخرة وما يأتي بعدها هو مرتبط بما سيفعله أيضا في عمارة هذه الحياة. فلا يتصور أن معنى ارتباط الحياة التي نعيشها بالآخرة أن يغفل الإنسان حياته التي يعيش فيها. كيف؟ ومهمة الإنسان في هذا الوجود هي عمارة هذه الأرض طاعة لله عز وجل، ومهمة هذا الإنسان أن يصدق أن كل ذرة من ذرات هذا الوجود قد سخرت له ليكون مؤتمنا عليها، فهو صاحب تحمل هذه الأمانة. فإذا عاش المؤمن حياة ينظر من خلالها إلى تعامله مع كل شيء يحيط به، حتى الأرض كما سمعنا قبل قليل التي يمشي عليها، حتى الثوب الذي يلبسه، حتى الماء الذي يستعمله للوضوء كما ذكر الفقهاء كراهة الإسراف في الوضوء ولو كان من النهر الجاري مكروهه في الوضوء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف كما قال ناظم الزبد. هذه النظرة الراقية التي ينظر بها المؤمن في أن تدبيره ليوميات حياته التي يعيشها هي جزء من عمق معاملته مع الله سبحانه وتعالى، إذا تحولت إلى شيء حقيقي نعيشه في المدرسة كما سمعنا من شيخنا الشيخ البوطي حفظه الله، وأيضا نعيشه في المسجد ونسمع من خطبائنا وأئمتنا في المساجد الخطب التي تفعل هذه المعاني في نفوس الناس. لقد مرت علينا سنوات وقد غلب على منابرنا أنها قد تحولت إلى أصداء مكبرة لنشرات الأخبار التي نسمعها في اليوم والليلة من أخبار القتل والتدمير في هذا العالم. نحن لا ندعو إلى تغييب المنبر عن واقع الأمة، لكن ندعو إلى إعادة المنبر إلى تفعيل يقوم واقع الأمة، لا يتحول إلى مجرد تعبير عن غضب وصراخ وصياح وتهييج لعواطف الناس، بل تعود المنابر مرة أخرى إلى مراكز للتربية. يصعد الخطيب على المنبر، أهل الحي الذي يسكن فيه الخطيب ويخطب الخطيب من بينهم يعلمون طيلة مدة الأسبوع قبل الجمعة كيف أخلاق هذا الخطيب في تعاملاته معهم. فإذا صعد على المنبر ودعا إلى الصدق تذكروا أنه لم يكذب عليهم، وإذا صعد إلى المنبر ودعا إلى الأمانة تذكروا مواقف من الأمانة كانت بينه وبينهم، وإذا صعد إلى المنبر ودعا إلى صلة الرحم والعفو والصفح رأوا ذلك من سلوكه بل من سعيه في الصلح بينهم. فيتحول دور المنابر ويعود مرة أخرى متجددا إلى وسيلة أساسية في التربية ووقاية هذه الأمة وهدايتها. نعم، قال بعض الملاحدة العرب في عصرنا اعطونا منابركم سنة واحدة يا معاشر المشايخ نحول المجتمع إلى مجتمع ملحد، اعطونا منابركم سنة واحدة، لأن المسلمون يأتون إلى المنابر إلى المساجد وهم مستشعرون أن جزءا من عبادتهم لله عز وجل أن ينصتوا بإصغاء، من قال صف فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، أي أن هذه المنابر هي أسس أو منطلقات لهذه التربية وتفعيلها في واقع الحياة. نحن بحاجة أن نرى المدرس الذي يتحول هو في سلوكه مع الطالب إلى وقاية، بعد ذلك يتحول كلامه إلى هداية لهذا الطالب، المدرس الذي ينظر إلى التدريس على أنه مهمة تربية كما أنها مهمة تعليم، ولا نظر إلى التدريس وليس الذي ينظر إلى التدريس على أنها وظيفة يقبض منها راتبا في آخر الشهر ويسعى إلى تحسينه بدروس خصوصية تؤثر على أدائه في الفصل، ولا ينظر الأستاذ في الجامعة على أن مهمته أيضا وسيلة لتحصيل مكان أو مستوى اجتماعي، بل ينظر من يقوم بمهمة التعليم إلى هذه المهمة على أنه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صياغة نفس الإنسان الذي يجلس أمامه. ينظر الصحفي وصاحب قناة التلفاز وصاحب الإذاعة المسموعة إلى أن هذه المكنة التي مكن منها في إيصال رسالة إلى الناس هي مهمة مقدسة يمكن أن تكون سببا لانتهاض هذه الأمة مرة أخرى في حياتها، لا على أنها وسيلة لمجرد الإثارة لجلب أكبر عدد من الجمهور من المستمعين من القراء، وبالتالي ينحرف المسار إلى أن تتحول وسائل الإعلام إلى أبواب لتضخم أصوات الرذيلة بدلا من أن تعلي أصوات الفضيلة بين الناس. هذه النظرة وهذه الرؤية إذا عدنا إليها مرة أخرى أحسب أن الفرص أمامنا معاشر الأمة عظيمة عظيمة عظيمة. وأختم بأن العالم اليوم يعيش منعطفا في تاريخ البشرية أجمع، هذا المنعطف تحول فيه العالم إلى سوق للأفكار وللمبادئ الذي يحسن صياغة أفكاره ومبادئه
ويحسن ترويجها في هذا السوق تلقفت منه وأخذت. فالعالم كله عطش إلى أن يرى بضاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم متمثلة في أخلاق وسلوكيات أمته. أسأل الله عز وجل أن يحيي هذا فينا وأن يجدده وأن يجزي خير الجزاء ولي أمر هذه البلد صاحب الجلالة الهاشمية أخي الملك عبد الله الثاني ومن قام معه في وزارة الأوقاف ورتب لمثل هذه المجامع التي من الممكن أن تكون منطلقات لمثل هذا الأمر. وقد أخبرت أخي معالي الوزير قبل قليل بأن من حسن التوفيق لهم أن وفقوا لاختيار مثل هذا الموضوع الذي الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى أن يتحول إلى ديدا يردد في وسائل الإعلام في أماكن التعليم في مختلف قطاعات الحياة. أسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق. أشكر فضيلة الشيخ الحبيب علي زين العابدين الجفري. اسمح لي قبل أن أنتقل إلى فضيلة الشيخ البوطي أن أذكر الإخوة الحضور بأننا سنخصص الربع ساعة الأخيرة من هذا اللقاء لأسئلتهم. طبعا أرجو أن يبعثوا بأسئلتهم مكتوبة ويعني أتمنى عليهم أن تكون مختصرة وأن يكون الخط واضحا. بالعودة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور البوطي، يعني في بداية يعني الكلام عن مخاطبة دوائر الخير في الفطرة الإنسانية ودور التربية في ذلك، ويعني نحن فهمنا أن التربية الإسلامية هي تصور الإسلام الكامل، يعني تختزله هذه التربية. كيف يمكن اليوم للمربي المسلم أن يتوجه إلى دوائر الخير في الفطرة الإنسانية، وما هي أهمية المربي أو التربية بالقدوة بعد أن استسلمنا كما أشار فضيلة الشيخ الجفري إلى يعني وسائل الأعلام الحديثة أصبحت هي المربي لأبنائنا؟ الحقيقة دعني يعني أقول أولا، التربية الإسلامية ليست فيما أحسب هي التصور السليم للإسلام. التصور السليم يتمثل في دور العقل، ودور العقل كاشف ومنير وليس حاملا على عمل أبدا. وقد قلت بالأمس إن العقل قصار ما يفعل بالنسبة لصاحبه أنه ينير أمامه الطريق كمصباح السيارة، لكن العقل لا يحمل صاحبه على سلوك قط. الذي يحمل على السلوك العاطفي، الوجدان، الحب، كما يقول الإمام الشاطبي، الحب هو الذي يقرب البعيد ويلين الحديد ويجعل العسير يسيرا. نعم، ومن هنا كانت أهمية التربية الإسلامية. هذا الشاب تلقى حقائق الإسلام وحشي عقله وحشيت أفكاره بها تماما وأصبح مثقلا بها، لكنه ينظر فيجد التحديات المختلفة التي تقطعه عن السير في هذا الطريق، وينظر فيجد رعوناته وأهواءه وشهواته كلها نعم تتغلب على قراراته العقلية. ما الحل؟ هنا تتجلى أهمية وخطورة التربية الإسلامية، إن في المدرسة كما قلت وهذه هي البوابة الأولى، أو في الجامعة أو في وسائل الإعلام. التربية، أنا أعني بالتربية هذه الوسيلة التي تحرك كوامن الحب للإله الذي عرفته، تحرك كوامن المهابة للإله الذي آمنت به للتعظيم له. عندئذ تحترق كل القوى التي كانت تقف في طريقي إلى الآمال التي آمنت بها. نعم، لكن ما السبيل؟ هنا يأتي دور المربي. لا يكفي أن يكون المربي حيفوظا يحفظ الكثير من الآيات القرآنية، يحفظ الكثير من الصحاح حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيدها. لا يكفي أن يكون ذا باع واسعة في الفلسفة القديمة والحديثة، على أن العلم لا بد منه. أقول لا يكفي، لا أقول لا نحتاج، لا بد أن يتوج هذا كله يا سيدي بالمعنى الذي
استطيع ان اعبر عنه بكلمه مختصره، القدوه. لا بد ان يرى هذا الشاب من هذا الرجل قدوته التي ينهض بها الى الشخصيه التربويه التي ننشدها في المجتمع. انا اقول شيء، انا عندما القي محاضره لارد على فلسفه تائهة لا اعاني من ذلك اي شده، استطيع خلال ساعه ان اهيئ نعم النقاط والموضوعات التي تجعلني انجح ان شاء الله في القاء هذه المحاضره. لكن عندما اريد ان انتشل شبابا من اتون الضياع من صحراء التيه، واريد ان اضعهم على الصراط الذي يحقق لهم سعاده الدنيا والعقبه، اشعر بصعوبه جدا جدا. هذه الصعوبه تجعلني امام منهاج اخر، ينبغي ان اقرا اكبر قدر ممكن من كتاب الله عز وجل، ينبغي ان اقوم بالليل فاصلي ما استطيع ان اصليه من الركعات، ثم ابتهل الى الله واتضرع اليه، يا ربي اجعل في كلامي قبسا وهاجا يسري الى قلوب هؤلاء الذين اريد ان احدثهم. هذا هو العلاج، هذا هو العلاج الذي يجعل المربي ينتشل هؤلاء الشباب من التيه ومن الضياع. وعندما يتحقق هؤلاء المربون ثم تكون دولنا الإسلامية معنية بالتربية الإسلامية بهذا الشكل الذي قلناه، تضع منهاج التربية في المكان الأعلى، العلوم كلها تصبح مجندة لهذه التربية. وإذا لم تتحقق التربية تصبح العلوم كلها مجندة للإفك وللإفساد وللسرقة وللرشاوي، علم ذلك من علم وجهله من جهل، والحمد لله. شكرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عمر، يعني أشار أستاذنا البوطي إلى صعوبة التربية اليوم، وسبقت يعني أنت بالحديث عن التربية بالحب أو في إطار الحب والتربية في القدوة. يعني كيف يمكن ترجمة هذا الحب، يعني الحب لله سبحانه وتعالى أو لعباد الله سبحانه وتعالى ليس مجرد ادعاء، والتربية تتوجه إلى هذه الفطرة الإنسانية السليمة لتزرع فيها هذه الغرزة الحب. ما هي الوسائل يعني التي يمكن أن يعني نجاهد فيها النفس لتحقيق الطهارة النفسية، لتحقيق التزكية؟ يعني هل نحتاج إلى معاناة في هذا؟ نعم نحتاج في هذا الصدد. الخطوة الأولى حسن إصغاء واستماع لقول الله وقول رسوله، وهذا الممثل في قوله يتلو عليهم آياته، نسمع إليها وننصت إلى سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالتعظيم بالإجلال بالإيمان واليقين أنها الحق والهدى. هذا الإنصات والإصغاء يهيئنا للخطوة الثانية التي لها أعمال، منها ما أشار إليه الشيخ البوطي حفظه الله أطال عمره في عافية، عدة الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. الخطوة الثانية التي عبر الحق عنها تعالى بقوله ويزكيهم، هي التي يهيئ لها ما قبلها ويفسرها ما بعدها، يهيئ لها يتلو عليهم آياته ويفسرها ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيكون حقيقة علم الكتاب والحكمة مترجمة بعد أساسي وأصلي هذه التزكية التي يفتقدها الكثير من المنتمين لهذا النبي المزكي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن غير شك لولا أنها هي من أصعب المهمات في الحياة ما كانت وظيفة الأنبياء ولا كانت وظيفة الرسل. ومع صعوبتها نقول كما قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الآن الواحد منا لو في هذه العشر الأواخر فتح باب التضرع إلى الله تعالى بصدق وإخلاص، خصوصا في خلوته في شيء من ليالي من ساعات الليل، وفتح باب التعامل مع الأولاد والأهل بالتذكير
بأصل الفطرة وبتعظيم أمر الله وأمر رسوله، وماذا يا زوجة وماذا يا بنت وماذا يا ابن تريدون بعد رمضان أن تخرجوا من درس رمضان في صلتكم بالله وبالرسوله في عاداتكم التي تعملونها، ويؤسس من ذلك لقاء روحي أو تزكية بينه وبين أسرته وأولاده، وتعليق لقلوبهم بمن يرى فيه نور التزكية الذي أشار إليه الشيخ البوطي، نور يقذف الله في القلب. يقول بعض الذين درسوا على الإمام مالك عليه رضوان الله: جلست عند مالك 20 سنة، كانت 18 سنة في الأدب وسنتين في العلم، 18 سنة في الأدب وسنتين في العلم. يقول: فلما فقدت مالك ومات حزنت ووددت أني جعلت 20 كلها في الأدب والعلم سأجده من مالك ومن عند غير مالك، لكن مثل قلب مالك ما أجده في القلوب، في عامة القلوب. فصارت أسرار التزكية النور الذي في قلب المصطفى محمد المشار إليه بالآية: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هو الذي سرت سرايته في قلوب الذين تزكوا من صحابته. فوالله نحن ما شممنا رائحة من سر هذه التزكية إلا بتسلسل هذه القلوب إلى المشايخ الذين أدركناهم. ولولا تسلسل هذا النور من أين ناتي به ومن أي باب ندخل عليه؟ إذن فالبداية كما أشرنا لو اغتنمنا بقية العشر الأواخر ورتبنا على أنفسنا حال دعاء وتضرع في صدق إلى الله تبارك وتعالى، وحال فتح باب مع الأسرة في ربطها بهذا المعنى وتنمية هذا الأساس فيها، لم فتحت لنا بعد ذلك أبواب. وبعد ذلك من غير شك أنه مع هذه الصعوبة إذا توفرت النيات والعزائم الصادقة فأبواب التيسير من الله تبارك وتعالى ستنفتح، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. واشكر سعيا ولي أمر البلاد ووزارة الأوقاف والمهيئين لهذه المجالس، واجعل عواقبها خيرا لنا ولهم وللأمة، والحمد لله رب العالمين. شكرا فضيلة الشيخ عمر. يعني قبل أن ننتقل إلى أسئلة الإخوة الحاضرين، يعني أتمنى على أستاذنا وشيخنا الشيخ علي أن يتحدث لنا على دور التربية في العناية بالذوق الإنساني، هذا يغير معنى الكون. يعني نفتقد في كثير من المناهج التربوية في العالم. الأصل أن الله عز وجل تعبدنا بعبادة وهي عبادة التفكر، وجعل من معاني التفكر النظر في هذا الوجود، وأمرنا أن نسير في الأرض لننظر، نظر في هذا الوجود إلى معنى الجمال الذي بسطه خالق مالي في هذا الوجود، لا ينفصل عن الاستدلال بجمال الصنعة على جمال الخالق لهذه الصنعة. فكان هذا الأمر يرتبط بعمق مفهوم معنى الجمال في تربية نفس الإنسان وفي عمقه. ديننا العظيم جاء ليربي في الإنسان معنى الجمال، جمال الروح، جمال النفس، جمال الأخلاق، جمال المعاملة، جمال النظر إلى الشيء الذي يحيط بنا. يذكرون عن الصلاة والسلام أنه مر عين ميت قد تجيف ونتنت رائحته والدود ينهش فيه، فلما رأى بعض أصحابه المسيح إلى هيئة هذا الجدي تكلموا فيه، فمنهم من قال ما أنتن رائحته، والآخر قال اقبح صورته، والثالث ما أحقر حالته. فقال السيد المسيح: ولكن ما أجمل بياض أسنانه. فالتربية التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء أقامت هذا المعنى من الجمال ليعيش الإنسان شتى مراحل حياته من الصغر إلى الكبر. فعلم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ذلك من اسميهما، لما ولد الحسن وولد الحسين قال في كل مرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لسيدنا علي: ماذا أسميت ابني؟ فقال: أسميته حربا. فقال: بل هو حسن. وجاء الابن الثاني: ماذا تريد أن تسميه؟ قال: أسميه حرب. قال: بل هو حسين. فابتدأت التربية بالجمال في الاسم، وتستنبط العلماء من ذلك أن حقوق الأبناء على الآباء أن يكرهم الأسماء الأبناء. ثم أبرز لهم معنى الجمال في مهمة، فكان صلى الله عليه وسلم يداعبهم ويريدهم. ستارة يمر سيدنا أنس فيرى سيدنا الحسن منططيا ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، يحبو
على الأرض وهو من على ظهره، فيقول نعم المركوب يا حسن، فيقول النبي ونعم الراكب هو يا أنس. تأتي أمامة والنبي في صلاته فتتعلق به فيحملها صلى الله عليه وسلم وفي حضرة الله. يأتي سيدنا الحسين والنبي ساجد صلى الله عليه وسلم، النبي في سجوده فيمتطي ظهره فيقول النبي الصلاة. هذا معنى من الجمال عليه من صغر ونشأوا عليه. يأتي الأقرع بن حاتم فيرى النبي يقبل بعض أحفاده بعض أسباطه، فقال أوتبل أبنائك يا رسول الله؟ قال نعم. قال إن لي 10 من الأبناء لم أقبل أحدا منهم. قال ماذا أفعل إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ فصارت التنشئة من الصغر على هذا المعنى من الجمال، وتدرجت في مراحل الحياة، وصان النبي في تربيته معنى الجمال وتعظيمه متدنسا بأن يتحول إلى مطية للشهوة. اليوم دنس معنى الجمال ومعنى الحب فصار مستهلكا في ومنحصرا على دلالة الشهوة، حتى صاروا في التعبير يقول الرجل لزوجته تعالي نمارس الحب، فصار الحب قصة. بعد أن كان الحب ذوقا ومعنى قد تعبر عنه بعض الممارسات على وجهها المشروع، لكن الحب أسمى من ذلك، والجمال الذي انبنى على الحب أسمى من ذلك. أعظم من هذا أن معنى الجمال رب النبي عليه أصحابه، ويضاف إلى ذلك أن معنى الجمال الذي رب النبي عليه أصحابه لم يسمى حتى في أحلك الظروف، حتى في أشد الظروف التي يكون فيها الحرب والتي يكون فيها القتال التي تستنفر فيها النفوس، الحبيب أبدى لنا معان من الجمال المعنوي في سلوك الإنسان بالرحمة. عندما جاء الجيش الجرار لفتح مكة والحبيب على مقدمة هذا الجيش، فرأى أمامه كلبة في الطريق قد وضعت لساعتها وكان أجراؤها صغارا تحتها، فلما نظرت إلى جيش قوامه 10,000 مقبلا، لما رأت هذا المنظر ذعرت وخافت على ما وضعت من ساعتها، فنظرت إليهم وظهر عليها أثر الاستنفار، فأشفق عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأوقف أحد الصحابة بجانب هذه الكلبة وقال لهم، قال للرجل نحي الجيش عنها، فإذا الجيش ينفصل عن هذه الكلبة ليلتئم بعد الكلبة مرة أخرى. هذا معنى من الجمال في الرحمة التي يعبر عنها في التعامل مع كل جزئية من جزئيات هذا الوجود. أين هذا اليوم من العالم الذي يظن بعض من يرى أنه يدافع عن الحق جهادا فيه أن من حقه أن يقتل الأبرياء مع المجرمين، أو في العالم الذي يرى بتقدمه أن قتل الأبرياء يمكن أن يعتذر عنه بأنها ضحايا حرب؟ أين هذا من معنى الشدة التي يعيشها الناس والتناحر الذي يعيشونه بينهم البين؟ العالم اليوم محتاج إلى هذا المعنى، الذي أختم بقولي أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عبر عنه بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وتأمل قوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في هذا المعنى الذي فيه تشهي الأكل والشرب والذبيحة لن تشتكي أنها أوديت، علمنا هذا المعنى من الرفق. وشهود معاني الجمال في الإسلام وتربيته لا يمكن أن يفي بها مثل مجلس واحد، ولكنها إضاءات. أسأل الله عز وجل التوفيق والنفع. شكرا فضيلة الشيخ الحبيب. فضيلة الشيخ البوطي، سؤال من أحد الإخوة الحاضرين يسأل عن دور العبادات كالصوم والصلاة في تربية الإنسان المسلم. لا شك أن العبادة هي غذاء للعقيدة. أنا آمنت إيمانا عقلانيا بالله عز وجل، هذا الإيمان العقلي أشبه بشتل تم زرعه في العقل يحتاج إلى ماء للسقيا. السقيا التي يتنامى بها هذا الشتل ويتحول إلى شجرة باسقة أصلها راسخ لا في العقد بل في النفس، العبادة على اختلاف أشكالها. ذلك لأن العبادة صلة ما بين العقل والعاطفة، فإذا اهتاجت العاطفة تأثرا بالعبادات، إن كانت صلاة، إن كانت أذكار، إن كانت أي نوع من أنواع القربات، فإن العقيدة تتحول عندئذ إلى قائد في حياة الإنسان. كانت عبارة عن مصباح فقط، لكن عن طريق العبادات والاستمرار والاستمرار في أدائها تتحول إلى وقود يحرك الإنسان نحو النهج الأمثل. نعم. سؤال آخر أيضا موجه لفضيلة الشيخ عمر،
لماذا نشعر اليوم كمسلمين بالقلق؟ ما دور التربية الإسلامية في يعني إنهاء حالة القلق الذي يعيشه المسلمون اليوم؟ ما كان من هذا القلق ناتجا من ضعف النفس البشرية، وللإنسان فيه بحكم النقص البشري عذر إلى حد ما، فأمره راجع إلى أنه عند المؤمن يجب أن يتحول إلى قلق من نوع آخر. والقلق من النوع الآخر هو مقتضى الرحمة والشفقة التي بها يحزن المؤمن على تردي حاله وحال غيره، وهذا الذي جاء به القرآن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. إن شاء ننزل عليهم آية، في الآية الأخرى التي ذكرناها قبل يقول: إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وكأن الله يقول: أنا لا أريد خضوع الأعناق لكني أريد القلوب، فلو شئت لخضعت الأعناق كلها بآية تكرههم أن يؤمنوا بك. يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فنقول يجب أن نرتقي إلى هذا الحال أو إلى هذا المعنى، وهو لا يتنافى مع الطمانينة والثقة والسكينة أبدا، بل يتناسب تماما مع حسن الاعتماد على الله والتوكل على الله والثقة بالله. ولكن كثير من أسباب هذا القلق الموجود ضعف الذكر، ضعف الصلة بالله تبارك وتعالى هو عامل فيه أساسي، وقلة التدبر في الآيات القرآن والقراءة في سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأسباب التي نحتاجها لدواء مثل هذا القلق. ونرجع إلى حقيقة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فينشأ فينا معنى من الاعتماد على الله تبارك وتعالى. حد عبر عنه بعض أهل التربية والتزكية وقال: لو نادت السماء أن لا تمطر بقطرة والأرض أن لا تنبت حبة وأهل البلد عيال علي لم أهتم بهم، أي الهم المذموم الذي يناقض أمر الشريعة بعد قول ربي: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يجب أن نعود إلى معاني هذه التقات ومعاني هذه الطمأنينة من بابها وعلى وجهها، دون تركنا للأسباب التي نقدر أن نعملها ونبذلها ونعتمد بعد ذلك على مسبب الأسباب. فمن قال أعدوا ما استطعتم هو الكافي لما لا نستطيع به التوفيق. شكرا فضيلة الشيخ. يعني سؤال أيضا لفضيلة الأستاذ البوطي: كيف يمكن اليوم أن نربي أبناءنا في هذا العالم الذي أصبح مفتوحا بطورة اتصالاته وباختلاط مناهج التربية اليوم وبغياب يعني المناهج التربية الإسلامية بالشكل الواضح؟ كيف يمكن اليوم أن نربي شبابنا؟ هل هم اليوم ضحية لغياب هذه المناهج؟ نعم، فعلا مجتمعاتنا اليوم ضحية لغياب، لا أقول المناهج، لغياب التربية الإسلامية السليمة. يعني التطرف الذي نراه الآن ونجني ثماره، الغلو الذي نراه الآن في الفكر والسلوك، الشرود عن صراط الله عز وجل إن باسم التجديد له أو باسم التبرم به أو باسم العولمة أو إلى آخره، كل ذلك ثمرات لغياب التربية الإسلامية. لكن السؤال الصعب الإجابة عنه: كيف السبيل لإعادة التربية الإسلامية إلى نهجها المطلوب؟ أنا أقول لك يا سيدي: الرغبة في الشيء تشكل نصف الطريق إليه. الرغبة الصادقة، عندما تتحقق الرغبة الصادقة لدى إخواننا قادة أمتنا العربية والإسلامية في أن نجعل من التربية المفتاح الأول لإنشاء جيل يتعامل مع المجتمع تعاملا علميا حضاريا إنسانيا تاما على المستوى المرموق والمطلوب،
فإن هذه التربية تتحقق. الرغبة، المشكلة يا سيدي أننا في كثير من مجتمعاتنا ننظر إلى التربية الإسلامية ضمن قائمة العلوم والمقررات المختلفة على أنها تأتي في آخر القائمة، مع أنها أخطر ما يمكن أن يتلقاه الإنسان في حياته مفتاحا للتعامل مع الحياة. يعني كنا بحاجة إلى ندوة أخرى لنجيب على يعني عشرات هذه الأسئلة التي طرحها. نأسف لانتهاء وقت هذا الدرس في نهايته، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان والعرفان لصاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني حفظه الله على رعايته المتواصلة لهذه الدروس الهاشمية، ولمندوب صاحب الجلالة رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر. أيضا اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والامتنان والعرفان لضيوفنا من العلماء والدعاء الأجلاء الذين شرفونا في هذا الملتقى. أيضا الشكر لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الممثلة بوزيرها الأستاذ عبد الفتاح صلاح والعاملين فيها على تنظيم هذه الدروس الخيرة. لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الحاضرون والمشاهدون والمستمعون التحية والشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.